يقول السائل: ما حكم بيع المواد الغذائية التي فيها تصاوير وحيوانات ونساء، وبيع عطور فيها نسبة من الكحول، وبيع مواد التجميل للنساء، وجزاكم الله خيرا؟ أما بيع السلع التي فيها تصاوير فإن أمكن أنك تشتري سلع ليس فيها تصاوير وتتجنب التي فيها تصاوير فهو أحسن، وإلا فإنك تبيع منها ولو فيها تصاوير، لأن الصور غير مقصودة، الصور غير مقصودة، المقصود السلع، وهذه الصور تمتهن، وإذا استعملت السلعة فإن هذه الأغلفة أو هذه الظروف فإنها تهدر ولا قيمة لها، وتداس لا قيمة لها، وليست مقصودة بالبيع، إنما المقصود بالبيع السلع. هذا واحد. والثاني إيش؟ يقول: فيها تصاوير وحيوانات ونساء، وبيع عطور فيها نسبة من الكحول. العطور التي فيها نسبة من الكحول إن كانت تسكر، إن كانت هذه العطور تسكر يستعملها أهل السكر ويشربونها، فهذه لا يجوز بيعها لأنها خمر، والخمر حرام وحرام ثمنه. أما إذا كانت لا تسكر إذا شربت ولا تستعمل للإسكار وإنما تستعمل للطيب فقط فلا بأس بذلك. نعم. وبيع مواد التجميل للنساء لا بأس به، بيع المساحيق والأشياء التي تتجمل بها النساء لا بأس به، لكن هي إن استعملتها على وجه محرم وخرجت بها للسوق والتبرج فالإثم عليها، إذا أساءت استعمالها فالإثم عليها، والبائع ليس عليه إثم. نعم.